We're gonna start inshallah with طلع البدر علينا بإذن الله تعالى. And everyone knows it and loves it, but I need your participation please. Okay, inshallah. I'm gonna start alone, then you're gonna repeat after me. Then inshallah I'm gonna continue, then you repeat بإذن الله تعالى. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع No. This is not participation, please. Raise your voice, please. Again. I'm gonna say it again. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وجب أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طال من ثاني جاب الشكر فبلال صار حرا وكذا الشيخ الأبر عندما واجه ظلمه صار محمود الخصال طال البدر علينا من ثاني وجب الشكر ما دعا هدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا خير داع طلع من ثنيات وجب الشكر علينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع من ثنيات الوداع ما دعا لله داع ما دعا لله داع بارك الله فيكم ح
حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال هو الجمال كله حبيبي حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال أصل الجمال هو الجمال كله جبريل دليل النبي جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج وكان نور بيضل وكان نور على نبينا يا صلاة الزين No, 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 no. على نبينا Raise your voice, please. Again. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين خليها رب القدرة مبارك فيها ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها المولى دعانا وجيناكم مولى دعانا وجيناكم نمدح طه فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا ويا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين طه العدنان عارفينه أعظم إنسان هدى العالم طه العدنان عارفينه أعظم إنسان هدى العالم في كل مكان نشر دينه 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 في كل مكان شرقي وغربي وبلاد الصين يا صلاة الزين ويا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ويا صلاة الزين يا صلاة على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه لليتامى دفا
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له زاد شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من هديه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له زاد شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان من هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطا طيب في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه لليتامى دفا تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خاطر والأمر عندي يستوي منها البسائط والحفر منها البسائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر
وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر.